البنات دي يا جماعه بيقولوا كلام غريب جدا، بيقولوا ان هكر اليوتيوب فعلا ومحدش عارف يعمل ولا لايك ولا سبسكرايب ولا متابعه تاني. جربوها واكتبوا لي في التعليقات ايه اللي هيتم معاكم، وبسرعه يا جماعه اكتبوا لي في التعليقات ايه اللي هيتم معاكم. البنات دي يا جماعه بيقولوا كلام غريب جدا، بيقولوا ان هم هكر اليوتيوب، ما عادش حد يعرف ولا سبسكرايب ولا متابعه تاني. انا مش مصدقه، مش معقول. جربوها واكتبوا لي في التعليقات بسرعه. وعاملين تحدي الالوان يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، وكله في الهوا مع البنات دي اللي هم لابسين. بنات اشقياء جدا يا جماعه، جربوها وكلموني واكتبوا لي في التعليقات. يا ريت كل يبقى تذكرين يا جماعه، اللي ينجح معاه التجربه يبقى تذكرين مع التعليق يا جماعه. ايه الجمدان ده؟ بنات اشقياء جدا، سيريزي كتير بجد بجد. انا حبيت التجربه، حطيت تجربة الألوان مع التحدي اللي هو كده مع الملابس الشباب. الكابتن الهوا انتصر على الكاد. حرام بجد يا جماعة.